السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أسهل وأفضل طريقة لتنزيل فيديوهات اليوتيوب بصيغة الـMP3 أو أي صيغة تريدها، فقط بالانتقال إلى هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بعد ذلك تضغط هنا على داونلود، وبعد الضغط على داونلود تقوم بتحميل البرنامج وتنصيبه مثله مثل أي برنامج بطريقة سهلة جدا. بعد ذلك ستنتقل إلى البرنامج الذي تم تنصيبه وتقوم بفتحه. هذه هي واجهة البرنامج. الآن ستنتقل إلى اليوتيوب وتأخذ رابط أي فيديو تريده. على سبيل المثال سأقوم بأخذ رابط هذه الحلقة، الحلقة 229 إزالة وكسر كلمة مرور ويندوز 10 بدون فورمات. طبعا ستأخذ رابط أي فيديو تريده وتقوم بلصقه هنا في هذا المكان الخاص بوضع الروابط في واجهة البرنامج. تنتظره قليلا طبعا حتى يتم معالجة الفيديو. بعد ذلك ستظهر لك هنا مجموعة من الخيارات. الخيار الأول MP4 بصيغة 720 HD أقل ثم أقل ثم أقل، يوجد أيضا حتى 144 إذا كنت تريد تنزيله بصيغة أقل، ويوجد في النهاية MP3 لتنزيل الفيديو صوت فقط أو بصيغة MP3. تختار MP3 وبعد ذلك تضغط على داونلود. يتم الآن تحميل الفيديو طبعا ولكن بصيغة MP3، يعني يتم تحميله صوت فقط. حجمه حوالي 9.1 ميجا، وإذا لاحظت هنا حجم الفيديو كامل بالفيديو 135 ميجا. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زيارة مدونتي الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. كما ترى أمامكم فرقة الدخول للمدونة والتصفح، فيها ستستفيد بالطبع. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.